الفداء. منذ يناير كانون الثاني عام 2012 تاريخ إعلان أبو محمد الجولاني تأسيس جبهة النصرة في سوريا، احتاج الأمر إلى أكثر من عام حتى تعلن الجبهة ولاءها لتنظيم القاعدة وأنها تجدد البيعة لزعيم التنظيم أيمن الظواهري الذي دعا قبل يومين فصائل سوريا إلى التوحد. هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام، نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. بدا البيان كأنه رد على إنشاء ما سمي الدولة الإسلامية في العراق والشام المعلن من أبي بكر البغدادي أمير ما يعرف بدولة العراق الإسلامية، وهو الإعلان الذي اكتفت النصرة بتأكيد أنها لم تستشر فيه لكنها باركته، ما قد يعني أنها أحالت الأمر برمته إلى الظواهري باعتباره المسؤول الأعلى. وبصرف النظر عن تفاعلات هذه البيانات على مستوى القاعدة، فإن ما لا يقل أهمية هو تداعياتها على مسار الثورة السورية عسكريا وسياسيا في ظل اشتراطات المجتمع الدولي لتسليح الجيش الحر بذريعة نزوع بعض الفصائل نحو ما يعتبره تطرفا، وهو ما دفع الخارجية الأمريكية إلى تصنيف جبهة النصرة في ديسمبر الماضي كمنظمة إرهابية معتبرة إياها فرعا للقاعدة في العراق. رئيس ائتلاف المعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب الذي شدد في غير ما مر على أن جبهة النصرة جزء من الثورة السورية سارع إلى التعليق برفض ما تسعى إليه القاعدة في بلاده. الجيش السوري الحر أيضا نأى بنفسه عن جبهة النصرة، حيث قال متحدث باسمه إنها لا تتبعه وإنه لا ينسق معها، لكن الجبهة مع ذلك تعد من أهم الفاعلين الميدانيين في سوريا، هذا فضلا عن نجاحها في كسب تعاطف بعض الأهالي، ولعل ذلك التعاطف هو ما شجعها الآن على إعلان ولائها للقاعدة.